باتيه وكروسو، بس الفول والطعمية حاجة تانية. قهوة في وسط البلد بمليون كوباية لاتيه. لعبت في أحسن ملاعب الدنيا، بس بالنسبة لي مفيش أحلى من استاد القاهرة. علقت على جول زيدان، بس ما بيفرحنيش ولا يفرح قلبي إلا ترقيصة بتريك ولعبة حسام وجون الخطيب. مهما كان قدامنا ما بنحبش غير حاجتنا، ناسنا اللي شبهنا، الدوري بتاعنا، الدوري المصري على CBC 2.